بالكثير من الأمنيات استقبل المواطنون في محافظة أبيان قرار تعيين المحافظ أبو بكر المسؤول الجديد للسلطة المحلية في محافظة عانت كثيرا وظلت طيلة سنوات مرتعا للفساد خلال تعاقب السلطات الفائتة. كان قرار رئيس الجمهورية قرار صائب اتخاذ الفندم أبو بكر حسين بن سالم محافظ محافظة أبيان، ونتطلع من الأقل محافظ إعادة الأمن والأمان في هذه المحافظة. القرار الذي لم يمضي على صدوره سوى القليل من الوقت حظي بترحيب شعبي كبير، وبدت علامات الرضا ترتسم على ملامح أبناء المحافظة خصوصا بعد أن جردتهم الحروب من أفراحهم. هذه المحافظة محافظة مهضومة في كل المجالات، ها، ونعمل منه الخير للمحافظة ويعود الخير للمحافظة هذه، لأنه لا يوجد هناك ضبط، لا يوجد هناك سلطة يعني محلية تقوم بواجبها على أكمل وجه. ونقول ونتمنى من المحافظ الجديد بأن يأخذ بهذا بعين الاعتبار. ولأن الرجل ما زال في أول أيام توليه المنصب، أمل المواطنون أن يكون قريبا منهم، وخصوصا بعد الكثير من المعاناة التي عاشوها نتيجة تخلي المسؤولين عن مهامهم. هذه خطوة إيجابية، وفعلا نحن محتاجين كهذه الخطوة بما عانتها المحافظة خلال هذه الفترة السابقة. يتمنى الناس هنا أن تكون المرحلة القادمة بداية لعهد جديد ومغايرا للمراحل التي عصفت بالمحافظة وأدخلتها في دوامة من الفوضى والإهمال التي انعكست بدرجة رئيسية على حياة المواطن. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.